بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى إلا ما شاء
وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلهو وكواعب أترابا وكأسا لها لا يسمعون فيها جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. بارك الله ما شاء الله بہت خوبصورت انداز میں قرآن پاک کی نور سے ماحول کو منور فرما رہے تھے صاحبزادہ قاری احمد زین العابدین نوری صاحب اللہ تعالیٰ ہمارے شہزادے کے علم و عمل ذوق و شوق میں مزید برکات عطا فرمائے.